السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في تفسير جديد. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن تفسير رؤية الصلاة على النبي في المنام. قبل أن نبدأ فلنصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم. الصلاة على النبي هي من الرؤى المحمودة جدا، لأن تفسيراتها تختلف على حسب كل شخص، ولكن كل تفسيرات هي إيجابية. بالنسبة للبنت العزباء، رؤية أنها تصلي على النبي في منامها هي من الرؤى يعني التي ترمز إلى البشرى لها. هذه الرؤية تدل على صلاح حالها، تدل على تيسير أمورها، تدل لها على تغييرات إيجابية قادمة لها في الطريق، وهذه التغييرات ستكون للأفضل بكثير. رؤية البنت العزباء أنها تردد في منامها الصلاة على النبي، هذه الرؤية تدل لها على أنها على أن خطبتها قد اقتربت، وعلى أنها ستسمع أخبار إيجابية يعني ستسعدها. إذا رأت البنت العزباء الصلاة على النبي مكتوبة على ورقة مثلا، هذه الرؤية تدل على سعة الرزق وزيادة في المال لها، أو ربما على أنها ستحصل على وظيفة ستتمكن منها من زيادة الرزق وكذلك اتساع رزقها. إذا رأت البنت العزباء شخصا ما تعرفه، ربما تحبه، أو شخص ما تعرفه، رجل يردد أمامها الصلاة على النبي، فهذه الرؤية تبشرها بأنها ستتزوج من ذلك الشخص عينه. إذا كانت البنت العزباء قد صلت صلاة مثلا صلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة، ورأت في منامها أنها تصلي على النبي، هذه الرؤية تدل لها على أن حاجتها قد قضيت، يعني أن دعاؤها قد استجيب. بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية الصلاة على النبي في منامها هي أول دلالة هي على أن هناك تغيير إيجابي كبير سيحدث في حياتها عن قريب. هذه الرؤية قد تبشرها كذلك في منامها، إن كانت لديها كثرة المشاكل الأسرية فإن حياتها ستستقر، وأن قلة المال ستزول، وأن الله سيعوضها بالخير وبالرزق الحلال. رؤية الصلاة على النبي مكتوبة في ورقة في منام المرأة المتزوجة تبشرها بالفرج، زوال الهموم، وذهاب الأحزان. وإذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يصلي على النبي في المنام، هذه الرؤية تدل على أن زوجها سيكون رجلا صالحا، وأنه في المستقبل سيكون لديه مركز مرموق أو وظيفة يعني مرموقة. قد تعبر للمرأة المتزوجة كذلك الصلاة على النبي على أن الله سيرزقها بذرية صالحة، وإن كان لديها أولاد وبنات فإن هذه الذرية ستكون صالحة. بالنسبة للرجل، رؤية الصلاة على النبي هي بمثابة أو ربما تدل له على أن الله يرزقه البركة في المال، البركة في رزقه، والبركة في صحته، وعلى أن التوفيق سيكون حليفه في الحياة. قد تدل له كذلك على أن عمره سيكون طويلا. إذا كان هذا الرجل مريض ورأى في منامه أنه يصلي على النبي، هذه الرؤية تدل على الشفاء والصحة وبركة صحته. من كان عاطلا عن العمل ورأى الصلاة على النبي، هذه الرؤية تدل على أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه بعمل سيوفر له رزق حلال ومبارك. من كانت لديه كذلك تجارة متعطلة، هذه الرؤية كذلك تبشره بأن تجارته إن شاء الله ستزدهر. ومن كانت لديه هموم أو ديون، فإن الصلاة على النبي هي إشارة بتسديد الديون وتفريج الكرب والهموم. تكرار الصلاة على النبي في منام الرجل بصفة عامة، هذه الرؤية تدل له على أنه باطنيا يريد زيارة بيت الله الحرام. بالنسبة للمرأة الحامل، رؤية الصلاة على النبي أول تفسير لها على أنها سترزق بولد ذكر، يعني نوع الجنين هو ولد ذكر، وأن هذا الولد سيكون طيب الخلق. كذلك كثرة الصلاة على النبي في منام المرأة الحامل يدل لها على تيسير أمورها، زيادة رزقها وذريتها. وإن كانت مريضة بسبب الحمل، فإن رؤية الصلاة على النبي
تبشرها بأن الشفاء سيكون حليفها وأنها ستتعافى عن قريب. في منام المرأة المطلقة رؤية الصلاة على النبي هي بشارة ورسالة للمرأة المطلقة أن الله سبحانه وتعالى سيستعيدها وسيقر عينها جزاء الصبر الذي صبرته. إذا رأت المرأة المطلقة في حلمها أن زوجها السابق يصلي على النبي، هذه الرؤية تدل لها على أن هذا الرجل السابق أو زوجها السابق قد تغير للأفضل، وفي حال يعني كانت هناك عودة فليعني تعزم وترجع لهذا الزوج لأنه تغير. رؤية المطلقة بأنها في منامها تسبح بالصلاة على النبي وهي تبكي يعني من كثرة المشاكل الهموم والظلم الذي تعرضت له، هذه الرؤية تبشرها بالفرج، تبشرها بأن الله سيستجيب دعاءها، بأن الله سيقضي حاجتها، بأن الله سيعوضها خيرا. هذا كل ما يدور حول تفسير رؤية الصلاة على النبي في المنام. لا تنسوا ضغط زر الاشتراك والإعجاب تفضلا وليس أمرا، وشكرا لكل من يساند القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.